أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما رأيتم إخوتي وأخواتي، هذا الأذان الذي أضيفت فيه كلمة جديدة وهي سيدنا، سأقطع الطريق على من يزايدون في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا، وأنا كلما أفتتح مقطعا من مقاطعي أقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأذان عبادة، والأصل في العبادات التوقيف. ما معنى التوقيف؟ ما معنى العبادات أن تكون توقيفية؟ توقيفية أي نلتزم بها كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما ورد في القرآن الكريم، لا نزيد، لأن هذه عبادة، والعبادة هي تشريع من الله عز وجل، فينبغي أن نؤديها كما شرعها الله تبارك وتعالى. الأذان منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في كل مساجد الدنيا، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لفظة سيدنا ليست موجودة في الأذان. هل هذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس سيدنا؟ حاشا حاشا، بل هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. لكن يا أخي افهم، هذه عبادة توقيفية، الله شرعها بهذه الصيغة، ينبغي أن نلتزم بما شرع الله عز وجل. خارج الأذان نقول سيدنا محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله، سيدنا رسول الله، ولو ألف مرة. لكن في الأذان كيف ورد؟ كيف تواتر الأذان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ تواتر بعدم وجود كلمة سيدنا، فبالتالي لا نستطيع نحن أن نضيفها. نفس الأمر في موضوع الصلاة، لأن الصوفية اليوم أضافوا حتى كلمة سيدنا في الصلاة، يعني نحن كما ورد في عشرات الأحاديث وفي الصلاة الإبراهيمية معروف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصوفية أضافوا في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد، هكذا أضافوها في الصلاة. طيب اللفظة هذه غير موجودة، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤدي أي أحد من الصحابة هذه العبادة التوقيفية بهذا الشكل. لو نحن الحكاية حنزيد كل مرة، حنزيد في دين الله عز وجل، مرة نزيد سيدنا، مرة نزيد مولانا، مرة نزيد حبيبنا، ويبقى الأذان مشتت وكل مسجد يؤذن بشكل، هكذا سنتشتت. هذا اسمه نقض لإجماع المسلمين. ما يفعله كبيرهم الذي علمهم السحر والشعوذة الذي هو المسمى يسري جبر، لأنه هو الموجود في هذا المقطع،